تفضل معنا طلال الوادعي ونتيجته. إنه جاهز يا السيد الرئيس. طيب ما هو رايك ان نلعب مع لعبه؟ وما هذه اللعبه؟ ماذا تفعل ايها الرئيس؟ انت الرئيس. ما هو رأيك؟ هذا الشاب أيها الرئيس؟ تريد أن أقتله؟ أقتله؟ لا، لا نريد نقتل أي أحد. لماذا؟ نريد أن نوبخ. نوبخ فيهم ونأبل فيهم. اتلي بالبرميل أيها الرئيس. كم رئيس في هذه القراصنة؟ 1,056,000 أخرص بخنا عدهم عدهم 6,450,000 مليون ومليار وخمسين ألف مليار. أعطيني بالنتائج. حظك سعيد. هل تمشي على هذا البرميل إلى المركز وتنجو وتعود إلى قرية؟ ممكن. تفضل تعال. لا خليني ساعدني أطلع. تعال نشاهد هذا المهرجان أيها الرئيس. هيا. لا انتبه. لا دي 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 خلوني شباب. ما رايك ايها الرئيس في هذا العرض السيركي؟ انه جيد. لقد حطم صناديقك التي دفعت فيها مبالغ طائله. وسوف اخليه يدفع الثمن. سيدفع الثمن غالي. ما هو مصيره؟ انتظر. اريد ان ابحث عن نتيجته وان يتحمل مبلغ الصندوق. عليك عندنا مهم. احمد سكسبار. اهلا. هذا الشاب انا سوف اقرر. انت سوف تقرر؟ يعني نعم. يعني ولا نعم؟ نريد ان تقول نتيجتها بالانجليزي. نتيجه هذا الشاب بالعربي احسن. خلها بالانجليزي تكفى. طالبك طالبك يا عصابه. حاول حاول. ها ما عليك. شوف شوف الثاني انجليزي. هذا نفل فيه شوي هبل فيه شوي. تريد ان تقول نتيجته؟ نعم. نتيجته؟ مبروك العودة للقرية. اصبر صدقته نمني. لا تعال دعوه. نتيجة هذا الشاب خلاص نمزع عليك. مبروك العودة للقرية. مبروك.
تنزل.